النهارده ايه؟ المولد النبوي. مولد النبي طبعا كان امبارح وبنحتفل بيه النهارده في حلقتنا النهارده، وبيبقى يوم جميل كده صح؟ عايزاكم تحكوا لي بقى بتعملوا ايه في اليوم ده؟ بس الاول نتعرف بيكم. وحضرتك سعانه ولا ايه يا ماما سلمى؟ اه باين عليا صح؟ خلاص بلاش اعمل كده. مولد بقى المفروض عشان ما بردش الناس. طيب يلا بينا بقى نتعرف عليكم. اتفضل. محمد. محمد. حمزه. سنه كام يا محمد؟ تانية ابتدائي. في تانية ابتدائي. بتحب تعمل ايه يا محمد؟ العب كورة. بتحب تلعب كرة قدم؟ الله. طب ونفسك تطلع ايه لما تكبر؟ ولا لسه مش عارف؟ مش عارف. لسه مش عارف. هتفكر لسه. تمام. اسمك ايه؟ حمزة. حمزة ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ انت في سنة كام؟ سنة تانية. برضو في سنة تانية. وبتحبي تعمل ايه يا حمزة؟ بحب العب كورة. برضو تلعب كورة. طب عايز تطلع ايه لما تكبر؟ برضو لسه مش عارف؟ لا مهندس. عايز تطلع مهندس لما تكبر؟ ليه عايز تطلع مهندس؟ عشان تعمل ايه؟ ولا عايز تطلع مهندس خالص عشان يقول لك يا باشمهندس؟ ماشي يا حمزه. اسمك ايه؟ احمد. ازيك يا احمد؟ في سنه كام؟ انا سنه تانيه. في سنه تانيه برضو؟ اوكي. طيب وبتحب تعمل ايه؟ بحب العب كوره. انتوا متفقين؟ لا. انتوا متفقين؟ لا. هما ازاي فريق واحد يا ماما سلمى؟ انتوا نفس الفريق طيب بتلعبوا مع بعض كوره؟ لا. هتلاقيهم هيطلعوا يقسموها بعد الفيلم. طيب ونفسك تطلع ايه يا احمد لما تكبر؟ مهندس. مهندس برضو؟ واو. ليه؟ ليه؟ عشان ننظم البيوت. عشان؟ عشان ننظم البيوت. عشان تنظم البيوت؟ عشان ولا تبني البيوت؟ ولا ترسم البيوت؟ ولا تصمم البيوت؟ الله برافو عليك. البنات بقى اسمك ايه؟ نوران. ازيك يا نوران؟ الحمد لله. سنة كام؟ رابعة. سنة رابعة. بتحبي تعملي ايه يا نوران؟ بتحبي تلعب كورة. لا. برضه؟ يعني في عندك موهبة بتحبي تعمليها؟ رياضة بتحبي تلعبيها؟ كده؟ أنا بحب الرسم. بتحبي الرسم؟ جميل. ونفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ دكتورة. دكتورة؟ ليه؟ عشان أكشف على العيانين. عشان تكشف ويتعالجوا كده على ايدك ويخفوا صح؟ إن شاء الله يا حبيبتي. اسمك ايه؟ مليكة. ازيك يا مليكة؟ عجباني قوي يا مليكة البتاع الجميلة اللي انت حطاها دي. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ فندانة ولا ايه؟ جميلة جدا. انت في سنة كام يا مليكة؟ سنة أولى. سنة أولى؟ وبتحبي تعملي ايه؟ بحب ألعب رياضة. بتحبي تلعبي رياضة؟ ما تحطيش ايدك على المايك يا نوران. كويس. بتحبي تلعبي ايه بقى في الرياضة؟ بتجيبي كام ضغط؟ جمباز. أنا بجيب واو. أنا بجيب 10 ضغط، يعني ده أكتر حاجة أقدر أعملها يعني. ايه طب بتلعب ايه طيب؟ جمباز. بتلعب جمباز. حلو قوي. طيب ونفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ دكتوره. دكتوره برضو؟ اطفال ولا كبار؟ اطفال. ان شاء الله. اسمك ايه؟ ريتاج. ريتاج ازيك؟ سنه كام؟ سنه اولى كمان. بتحبي تعملي ايه يا ريتاج؟ بتحبي الرسم. طيب وعارفه عايز تطلعي ايه لما تكبري؟ ايه؟ برضه دكتوره. يعني تلات دكاتره. تلاته بيلعبوا كوره وتلاته عايزين يطلعوا دكتوره، ايه رايك؟ حلوه. ميرسي قوي. حلوه يا بندوق. بسيطه يعني بنجتهد بس. طيب احنا النهارده بقى بنحتفل بمولد النبي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. قولي بقى امبارح عليه الصلاه والسلام مين اللي جاب حلاوه المولد امبارح في البيت؟ كلنا؟ طب مين كان حلاوه المولد امبارح؟ انتوا ما اكلتوش حلاوه المولد؟ جبتوها وما اكلتوهاش؟ ما انت اكلت طبعا. انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه يا ماما سلمى، بس اصل انا السنه اللي فاتت حصل لي تلبك معوي. اه انا فاكره يا حبيبي اللي حصل لي. فخفت السنه دي بقى. لا ممكن تاكل بس يعني بالعقل. يعني مش زي ما عملت السنه اللي فاتت، ده انت فتحت العيله وقعدت تاكل لوحدك يا بنت. ايوه اصل انا بحب الملبن قوي يا ماما سلمى. في معانا ملبن. وعندنا اسناني اساسا. هديك ملبن بس هي حته. ضعيفة. فقلت اديها ملبن في ملبن لما ايه؟ لما بطنك يا عيني تعبتك خالص. لا مش هنعمل كده، هناكل طبعا حلاوة المولد ونبسط كل حاجة بس بالراحة يعني مش كتير، ما انت خسلفات كل كتير جدا وبطنه وجعته قوي. يا ماما سلمى انا عندي اسئلة كتير قوي حوالين موضوع المولد النبوي ده، ممكن اسألك يا ماما سلمى؟ اه طبعا. عندي استفسارات كده يعني، عايز استفسر يعني عن الموضوع ده يعني. حلو يا بنتخ. ايه عندك استفسارات؟ عايز تعرف ايه؟ هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان اسمه ايه بالكامل؟
حد يعرف سيدنا محمد كان اسمه محمد ايه؟ محمد ايه؟ محمد عبد الله. برافو، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، برافو عليك، صح كده. يبقى ده كان اسم سيدنا محمد. عايز تعرف ايه تاني يا بندوخي؟ لحد ايه بقى؟ لحد سيدنا ابراهيم. معنى اسمه جده الاكبر خالص كان هو سيدنا ابراهيم، ابو الانبياء. عشان كده اسمه ابو الانبياء. صح. ايوه طبعا طبعا. طب هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان عنده اصحاب كده زينا؟ يا بندخ طبعا. ده كان عنده صحاب كمان، يعني كانت صداقه شديده جدا. عارف ليه؟ لانهم امنوا بيه وساعدوه وحاربوا عشانه، ويعني كانوا بيفدوه كمان بارواحهم، حاجه كبيره قوي يا بندخ. ايوه طبعا. كان سيدنا ابو بكر الصديق كان هو من اقرب اصدقائه، وهو اول حد او اول راجل امن بسيدنا محمد وبرسالته طبعا اللي هي الاسلام. والسلام. عايزه اقول لكم على حاجه بقى، تعرفوا هو اول راجل امن زي ما قلنا بسيدنا محمد كان ابو بكر الصديق. طب تعرفوا مين اول طفل امن بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ هو كان ابن عمه وكان صغير، وفي حاجه مهمه قوي، حادثه مهمه قوي هو كان فداء فيها، راح نام مكانه في سريره علشان يفديه، علشان كان في ساعتها كفار وكانوا عايزين يموتوا سيدنا محمد، وهو راح نام في سريره علشان يفديه. سيدنا محمد. انا عارفه يا ماما سلمى. مين؟ سيدنا علي بن ابي طالب. صح صح، برافو عليك يا بنت. هو سيدنا علي بن ابي طالب ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام. كان وقتها طفل، كان وقتها طفل. عرفتوا مين بقى اول طفل امن بسيدنا محمد؟ سيدنا الامام علي بن ابي طالب. طب عارفين مين اول ست؟ عارف يا مين؟ ستنا خديجه. ستنا خديجه، برافو عليكم، زوجة الرسول عليه الصلاه والسلام. فعلا برافو عليكم، انتوا شاطرين جدا والله. شاطرين قوي يا اصدقائي النهارده. عايز تعرف ايه تاني يا بنتوخي؟ مين اللي اختار له اسمه الجميل سيدنا محمد عليه الصلاه؟ عارفين مين اللي سماه محمد؟ مين؟ حد عارف؟ احنا قلنا سيدنا محمد كان ابوه عبد الله وكان جده عبد المطلب. جده عبد المطلب بقى قبل ما سيدنا محمد يجي خالص للدنيا حلم ان هو هيجي له حفيد وان هو يسميه محمد. انتوا عارفين سيدنا محمد اول واحد في الدنيا كان اسمه محمد، ما كانش في حد اسمه محمد قبله. حتى الناس استغربوا قالوا له ليه عايز تسميه محمد؟ قال لهم ان هو حلم وان هو هيسمي حفيده محمد علشان يحمدوا الناس في الارض وربنا في السماء. يعني محمد ده اللي الناس بتشكره كتير وبتحمده كتير. ها ايوه ايوه. فكان اول حد اسمه محمد هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فجده عبد المطلب هو اللي سماه محمد. ايوه ايوه. انت عارفه يا ام سلمى، ساعات بقعد كده اتخيل كده ايامه كده هو صغير مثلا، يا ترى كان بيلعب كده زينا، ولا كان بيفكر ازاي، ولا كان بيعمل ايه يعني هو صغير كده يا ام سلمى؟ يعني انت هو انت عايز تعرف ايه؟ عايز اعرف كان بيعمل ايه هو صغير؟ يعني كان بيلعب كده طول الوقت ولا كان بيعمل ايه يعني؟ بص يا سيدي، مين عارف طيب قصه مولد سيدنا محمد؟ ولما نقول سيدنا محمد نقول عليه الصلاه والسلام، ايه رايكم؟ عليه الصلاه والسلام. سيدنا محمد نقول عليه الصلاه والسلام. والنهارده بالذات بقى في مولد النبي كده عايزين دايما نصلي عليه كده. ايوه طبعا. والسلام. تمام؟ طيب حد عارف؟ حد عارف طيب سيدنا محمد اتولد يوم ايه؟ ها؟ قولوا براحتكم. يوم ايه؟ يوم الاثنين. كان يوم الاثنين بالظبط، كان كام بقى في الشهر؟ 11 ربيع اول. كان 12. صح. 12 ربيع اول، والسنه اللي اتولد فيها كانوا بيسموها عام 2000. عام 2000. برافو عليك. ايوه ايوه. ودلوقتي يعني شويه كده وهنتفرج على فيديو كرتون بيحكي عن عام الفيل ده ليه اتسمى كده. لكن خلينا نرجع تاني لسيدنا محمد لما كان طفل. سيدنا محمد شاف باباه ولا ما شافوش؟ ما شافوش يا حبيبي، لانه كان لسه صغير، ومامته كانت لسه حامل فيه. ومات وهو في بطن مامته. بالظبط، مات وهو كان لسه في بطن مامته، فما شافش بابا خالص. مين بقى اللي رباه؟ مامته. مش مامته. ماشي، مين راجل يعني رباه؟ عمه ابو طالب. جده الاول. جده الاول، جده عبد المطلب هو اللي خده رباه الاول. طيب وبعدين لما جده مات مين خده؟ ابو طالب. عمه ابو طالب. برافو عليكي. طب احنا شاطرين جدا والله. يا ده اصدقائي عندهم معلومات كتير. برافو عليكي. وحتى مامته كمان يا حبيبي ماتت وهو عنده 6 سنين. ايوه. هو بقى كان معتمد على نفسه، كان طفل جميل جدا وطيب وصادق، والناس كانت بتحبه، وكان بيرعى الغنم الاغنام. ولما كبر شويه اشتغل في التجاره، والناس كانت بتسميه
الصادق امين. الصادق, الصادق الامين, برافو عليك يا مليكه. صح, الناس كانت بتقول عليه الصادق الامين. عارفين يعني ايه الصادق والامين؟ الصادق ده اللي هو ايه؟ يعني اللي بيقول الحقيقه, اللي بيقول الحقيقه وما بيكذبش ابدا. صح, الحاجات. طيب والامين؟ والامين لما يلاقي حاجه يرجعها لسم الله وتاني, يعني نأتمنه على اي حاجه, يعني بنثق فيه جدا. يعني هو لانه كان تاجر كانت سمعته جميله قوي في البيع بقى والشراء, الناس كانت بتحب تتعامل معاه لانه امين, لانه بيحافظ على حاجاتهم. صح, فكان كل الصفات الحلوه دي في سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ياه, اه والله متشوق جدا ان انا اقابل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يا رب يا بنتك كلنا يا رب نقابله ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اي صار حاجه ثانيه يا بنتوخي؟ اه انا خلاص حضرتك قلتي موضوع الصادق الامين, كنت عايز اسال عليه. الايه؟ ايوه صح صح. طيب هو قعد قد ايه؟ طيب في مكه قعد في مكه تقريبا يا بنتخ. هو بص, هو مبدئيا الوحي نزل عليه سيدنا جبريل. أيوة. نزل عليه برساله الاسلام بقى علشان يكون رسول وهو عنده 40 سنه. 40 سنه. آه. وفضل من 40 سنه لغايه لما بقى عنده 53 سنه قاعد في مكه. ايوه, بعد كده راح المدينه. آه. عارفين من مكه للمدينه فاكرين الهجره؟ الهجرة بقى الهجره. الهجره بالظبط. آه. برافو عليك. بعد كده راح المدينه وكمل دعوته هناك لحد لما اتوفى. ايوه. طيب تعالوا بقى اقول لكم, او تعالوا نتفرج كلنا مع بعض على الكرتون بتاع عام الفيل, نعرف ليه السنه دي اللي اتولد فيها الرسول عليه الصلاه والسلام اتسمت بعام الفيل, ونرجع. أوه. تاني اتفقنا؟ يلا بينا. يا سلام, انا متشوق. ما رأي مولاي الملك أبرهة في تدريبات الجند؟ هذه كلها أساليب قديمة للقتال, تعرفها جميع القبائل العربية مثلما نعرفها نحن في اليمن. ولكن جنودنا يتقنون فنون القتال أكثر من غيرهم. هذا لا يكفي, أريد جيشا مميزا يرهب الأعداء ويحطمهم تحطيما دون مقاومة. هل نستعين بعجلات حربية مثل التي كانت عند ملوك الفراعين؟ لا, أريد سلاحا لم يستخدم من قبل ولا يمكن مواجهته أو إيقافه, كالأفيال المندافعة في أحراش إفريقيا. نعم, إنها الأفيال. أريد الفيلة عندي في حديقة القصر في أسرع وقت. أمرك يا مولاي. أيها الجبناء, أين كانت تلك الشبكة؟ إنها لا تتمزق مهما ضربتها. مهيب, ابتعد ابتعد يا مهيب, سيصيدونك أنت أيضا. يجب أن أنقذ صديقي. لا فائدة, أهرب أهرب بسرعة. أسرع أسرع يا مهيب, أسرع, إنهم يقذفون الرماح في هذه الناحية. لنتجه إلى الناحية الأخرى. قدمي تؤلم. إن رأسي يدور مع هذه الأمواج. مهيب, هل سيقتلوننا؟ لو كانوا يريدون قتلنا لفعلوا ذلك في أحراش الغابة, إننا أسرى لديهم. وماذا سيصنعون بنا؟ لا أدري يا جبل, ماذا ترى يا قائد الأفيال؟ لم أعد قائدا لأحد, لقد فشلت في حمايتكم. ها هي الأفيال يا مولاي. ما الذي تفعله؟ إنها تؤدي التحية العسكرية للقائد أبرهة
ولكن على طريقتها. يعجبني هذا، ولماذا لا يؤدي هذا الفيل التحية؟ لا أدري، ولكنه لا يستجيب للأوامر يا مولاي. كيف لا يستجيب الجندي لقائده؟ حاولنا تأديبه وضربه بالسياط، لكنه عنيد إلى أبعد الحدود. الطعام يا وزير، امنع عنه الطعام، عندما يقرصه الجوع سيستجيب للأوامر. أمرك يا سيدي. إن الطعام لذيذ. كل في صمت. معذرة يا مهيب، ليتنا كنا نستطيع إطعامك معنا. الأمر سهل، لماذا لا تستجيب مثلنا وتقدم التحية للقائد أبرهة؟ المسألة بسيطة، كل ما عليك أن تخفض رأسك قليلا وترفع خرطومك لأعلى. إنني أتضور جوعا، رائحة الطعام لا تقاوم. انظر يا مولاي، الفيل الكبير بدأ يستجيب. حسنا، كنت أظنك ستسعد يا مولاي. هناك أمور أهم من الفيل تشغل بالي، أريد مقابلة كبير المهندسين الآن في قصري. أمر مولاي، لأنصرف الجند. مهيب، كنت رائعا، سيعطوننا الكثير من الطعام. الكثير من الطعام لمجرد رفع الخرطوم بالتحية؟ يا لهم من حمقى. لماذا يحج العرب إلى الكعبة؟ إنها أول بيت وضع لتوحيد الله على الأرض، وهي تقع في مكة. لست أسأل عن مكانها، إنما أسأل عن سر مكانتها في قلوب العرب. الكعبة يا مولاي أبسط أثر معماري في العالم، إنها مجرد مكعب من الحجر، لكن قيمتها أنها ترمز لبيت الله الحرام. أريد أن أبني معبدا أفضل من الكعبة، أم أنك تؤمن بما يقوله العرب؟ إن عملي بالهندسة والبناء يا سيدي يجعلني أؤمن بأن للكون خالقا واحدا صنعه بهذا الإتقان العجيب دون أن يختل فيه شيء. خيانة في القصر، هذا الكلام خيانة. اقبضوا على كبير المهندسين وألقوه للفئلة لتفتك به. أنا لا أفهم شيئا، لماذا يجوعونك؟ لقد أديت التحية لقائدهم كما طلبوا. إنني أستحق العقاب لأنني أهنت نفسي وقبلت أن أنحني أمام حاكمهم التافه. الحرس قادمون. فكوا قيوده وأدخلوه قفص الفيل الجائع. أمامك فرصة أخيرة لتعتذر لسيدك أبرهة. سنقول إنك كنت مريضاً وتهذي من الحمى. لن أكذب من أجل مخلوق، وليفعل الله ما يريد. سترى الآن كيف سيفتك بك هذا الفيل الجائع. ما هذا؟ أسير آخر يعذبونه مثلي؟ بسم الله خالق الحيوان والوحوش. لا تخف، إنني لن أوذيك، أنت أول مخلوق أقبل أن يجلس على ظهري. اقتلوا كبير المهندسين الخائن، أما الفيل فأدبوه حتى يعود إلى رشده. أمرك يا سيدي. من أنت أيها الرجل؟ أنا يا سيدي مساعد كبير المهندسين. هل جئت لتدافع عنه؟ لا يا سيدي لا، كيف أدافع عن كافر بنعمة مولاي أبرهة؟ لقد جئت أعرض خدماتي. هذا رسم للمعبد الذي طلبه مولاي أبرهة ليحج إليه الناس بدلا من الكعبة. جميل، بناء عظيم. خادمك يا مولاي ورهن إشارتك.
أنت تحسن الحديث، ابدأ في التنفيذ فورا. معبد رائع، أحسنت أيها المهندس. إنه توجيهكم الرشيد يا مولاي. كم زائرا قدم إلى المعبد؟ زائر واحد أعربي كان يسافر عبر الصحراء. كيف هذا؟ لقد بنيت المعبد في طريق قوافل العرب وجعلت فيه كل وسائل الراحة. سيزيد عدد زوار المعبد مع مرور الوقت يا مولاي. وماذا قال لك هذا الأعرابي؟ كان متعجلا في دخول المعبد ولم يقل شيئا. ما هذه الرائحة الكريهة؟ مولاي، يبدو أن الأعرابي قضى حاجته في معبدكم الموقر يا مولاي. هذه إهانة، كيف أجرؤ؟ ربما لا يقصد يا مولاي، فهو غريب عن المكان وظن أنه بيت للخلاء. هذه إهانة أعظم، العرب يسخرون مني، لكني سأريهم ماذا بوسعي أن أفعل. لا أتصور ما يحدث، إنني أدوس على أناس داخل هذه الخيام، لم يكن التدريب هكذا. مهيب، دعنا نؤدي دورنا ونأكل. وما ذنب الأطفال والنساء والشيوخ المحتمين بخيامهم؟ افعل مثلي، أغمض عينيك هكذا وأنت تهاجم. كانت المعركة مع ذي نفر أسهل مما نتوقع. أتوقع يا مولاي أن نجد مقاومة أكبر مع فرسان نفيل بن حبيب. أريد أن أخذه هو الآخر أسيرا مع صديقه ذي نفر. ها هي خيام العرب تبدو في الأفق. مري الأفيال بالهجوم. انظري، قبيلة أكبر مما سبق، عشرات الخيام المليئة بالأطفال والشيوخ والعجائز. تذكر يا مهيب، تذكر، أغمض عينيك ونفذ الأوامر. لقد أسروا نفيل بن حبيب أيضا. إنهم يدمرون كل شيء في طريقهم، ولكننا سندافع عن أرضنا وعن الكعبة حتى الموت. نسأل سيد مكة عبد المطلب بن مناف الهاشمي. قال لهم سيد مكة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبرهت قد جاءنا بجيش لا طاقة لنا به، والحكمة تقتضي أن نحقن دماء العرب ونوقذ أرواح الأبرياء. ولكن يا سيد قريش، ألا يعد هذا ضعفا منا؟ كيف لا ندافع عن الكعبة؟ قال عبد المطلب: هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخل به فوالله ما عندنا دفاع عنه. صدقت يا سيدي، هذه عين الحكمة، لنحذر أهلنا ونستعد لإخلاء مكة. ها هي جبال مكة، فليستعد الفيل العظيم لأهم مهامه في المعركة. انظر يا سيدي، إبل وأغنام ترعى وحدها على أطراف مكة. نعم، إنهم هنا يشعرون بالأمن ويتركون إبلهم ترعى وحدها دون حراسة. نحتاج إلى هذه الإبل يا مولاي لعمل وليمة تكفي جنود الجيش. سنذبحها صباح غد احتفالا بتحطيم الكعبة. والآن دع الجنود يرتاحوا، والفيل الكبير اهتم بإطعامه. القائد يشير نحوك. يبدو أنه يأمر لنا بالعشاء. لا أريد أن أكل شيئا، سأذهب لأنام. مولاي أبرهة، عبد المطلب سيد مكة يطلب المقابلة. هل جاء على رأس جيشه؟ لا يا مولاي، ليس معه فرسان ولا حتى عبيد يحرسونه. أمر غريب، دعه يدخل في الحال. تفضل يا سيد عبد المطلب، مولاي الملك أبرهة ينتظرك في خيمته. قال سيد مكة عبد المطلب: السلام على الملك أبرهة الحبشي. مرحبا بك، تفضل بالجلوس، ماذا تريد؟ قال عبد المطلب:
أريد أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها مني. عندما رأيتك كان يبدو على وجهك الجلال والمهابة، ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتحدثني في 200 بعير أخذتها منك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؟ قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. لن يحميه مني. قال عبد المطلب: افعل ما تريد. أعطوه الإبل التي أخذناها بالأمس. انتهت المقابلة يا سيد مكة. سيدي، إنني غير مطمئن. ماذا تقصد؟ عبد المطلب سيد مكة يتحدث بهدوء وثقة، وكأنه يعرف أشياء لا نعرفها. إنه يحاول أن يبدو متماسكا. نحن على أتم الاستعداد يا سيد القائد. فليغمس الجميع منقاره في الجحيم، وليلتقط كل طائر حجرا واحدا من سجيل. معذرة يا سيد القائد، إن حجارة سجيل شديدة التدمير، ربما تحرق المكان بأسره وقد تنهي كوكب الأرض عن آخره. لا تخف أيها الطائر، إن حجارة سجيل مأمورة أن تصيب الكفار وحدهم ولا تؤذي من حولهم من الآمنين. متى يا سيدي سنبدأ الضرب؟ لا أعرف مثلكم، لقد صدرت فقط الأوامر بالتحرك، وعندما يصدر الأمر بالهجوم سأعطيكم الإشارة المتفقة عليها. وفي تلك اللحظة ظهر للفيل ملك كريم، فخاف وارتجف، فطمأنه الملك وأمره أن يظل حبيس الأرض. هيا أيها الفيل تحرك. لماذا لا يتحرك الفيل؟ اضربوه بالسياط لينعض. كلما زادت السياط على ظهري زاد إحساسي بالحرية، كأنني أعود إلى غابتي. اضربوه بالسيوف والرماح، لابد أن ينهض. هذه هي لحظة الاختيار يا أبي التي حدثتني عنها. إنني أختار الشرف. أبي، هل أنت راض عني؟ ما هذه الطيور المخيفة؟ إنه ما قاله عبد المطلب ولم أفهم. للبيت رب يحميه. الفيلة المفزوعة تدوس على الجنود. هيا هيا فلنهرب بسرعة. لا أستطيع أن أنهض، إن السلاسل التي تقيدني تحيط ببيت الله الحرام. أخشى أن أتحرك فأصيب بيت الله بسوء. المهم ألا يهلك بيت الله. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ثلاثة يمين شمال برو. أربعة خمسة. هبدأ أعملها بدراعاتي. تاني نمشي مع بعض الأول. خطوة بالدراع يمين
بصوا وبعدين شمال. خطوة بالدراع. ها خطوة بالدراع. رجلي جنب بعض. خطوة دراع. برافو. ها تمام. برافو. شطار. آخر مرة. رجل يمين ورجل شمال ورا كده. برافو. سهلة؟ نبدأ بقى التمرين دلوقتي. عايز أعرف رجلك اليمين ورجلك الشمال وإيدك اليمين وإيدك الشمال. اتفقنا؟ لا يتلخبط هزغزغ. عايزين الرجل الشمال قدام. الشمال؟ هزغزغك. الشمال؟ هزغزغك. دول اليمين. دي صح. برافو. صح صح صح. برافو. الولاد واحد، البنات صفر. طيب الإيد ارجع تاني، رجع تاني. الإيد اليمين بناكل بيها، بناكل بيها. الإيد 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 اليمين لفوق. الإيد اليمين لفوق. فوق فوق. ها برافو برافو برافو، كله صح. طيب الإيد اليمين لفوق، الإيد اليمين لفوق زي ما هي. الرجل اليمين للجنب. ها اليمين. خدي بالك. طيب الايد الشمال، الايد الشمال للجنب. نزل ايد اليمين. الرجل الشمال لقدام. ها صح غلط. الثانيه. برافو عليك. لا الثانيه. برافو عليك. نرجع تاني زي ما احنا. دلوقتي بقى هدي اوردر ايد ورجل. خدوا بالكم، انا عايز في وقت واحد الايد اليمين، الايد اليمين والرجل الشمال لقدام. الايد اليمين والرجل الشمال. والرجل الشمال والرجل الشمال. الايد اليمين والرجل الشمال. الايد اليمين والرجل الشمال. العكس العكس يا مليكة. دي صح. اوكي الرجل بقى التانية. عايز بقى الرجل دي. ايوه كده صح. برافو. الايد اليمين، الايد الشمال، الايد الشمال والرجل اليمين. انا قلت ايه؟ الايد اليمين والرجل الشمال. الايد اليمين والرجل الشمال. الايد اليمين. برافو صح. لا اعكس الرجل التانية بقى. برافو 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 صح. نرجع تاني. طيب الايد الشمال والرجل اليمين، الايد الشمال والرجل اليمين. ها صح احنا بنعمل كده. صح برافو. الايد الشمال والرجل اليمين. اعكسي اعكسي الرجل. ايوه كده صح. طيب نرجع تاني. هنتعلم لعبه اسمها Elephant Walk، يعني مشيه الفيل. شفتوا الافيال اللي احنا اتفرجنا عليها دي؟ هنتعلم لعبه اسمها مشيه الفيل. بصوا عليا، بننزل للارض نحط ايدينا. بصوا عليا الاول، وبعدين بمشي ورجلي ثابته، وبرجع تاني وبقف. دي مشيه الفيل؟ انا دي مشيه الفيل. اتعلمناها كده بجد والله فعلا. اوكي يلا تاني. ريدي. اوكي وارجع. اهم حاجه رجلي ثابته. ريدي جو. واحد. اوكي برافو. نرجع تاني. ها اتنين. شطار شطار. تلاتة. برافو. ارجع تاني. اربعة. ده مليك عملت سبعة. شاطر. واحدة كده. خمسة. برافو برافو. احنا كنا مثبتين ايه وبنمشي بايه؟ مثبتين رجلينا وبنمشي بايدينا. طيب انا دلوقتي هنزل اثبت ايدي وامشي برجلي. بصوا عليا، هنزل اثبت ايديا وامشي برجليا واقف تاني. ها واحد. برافو. وارجع تاني. برافو. اتنين. مين اشطر؟ برافو. تلاتة. ها تعبتي صح؟ برافو. اربعة. برافو. اخر واحدة خمسة. برافو. سهلة ولا صعبة؟ طب كل واحد يرفع ايده الشمال لفوق. ها ها ايده الشمال الثانية. يا مريم. برافو صح 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 صح. برافو. نزلوا ايديكم. طيب كل واحد يرفع رجله الشمال لفوق. ها رجله الشمال كده. عايزها كده بس. عايزها كده.
هحاول اثبت. بصوا انا ثابت ازاي. هزيد. برافو عليكي. لا الرجل الثانيه، الرجل الثانيه. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. صح. طيب انزل الرجل الثانيه لفوق. الرجل احنا رافعينها دي، الرجل ايه، اليمين ولا الشمال؟ الشمال. ها ركز ركز، بص على رجليك. تاني تاني، الرجل اللي احنا رافعينها دي دلوقتي، الرجل اليمين ولا الشمال؟ الشمال. لا هو انت رافع رجلك الشمال بس المفروض نرفع اليمين. احنا هنرفع اليمين. برافو عليك شاطر. ننزل. طيب عايزكم ترفعوا اي ايد، كل واحد يختار الايد اللي تعجبه ويرفعها. وهسألكوا كل واحد، انت رافع ايدك اليمين ولا الشمال؟ اليمين. برافو برافو. الشمال. برافو. قلبي هزغزغك. تاني ارفعي. انت كده رافع اليمين. ها اليمين. الشمال. برافو. نزلوا ايديكم. طيب كل واحد يطلع رجل قدام. اي رجل؟ اي رجل تعجبه. ها دي رجل ايه؟ اليمين. يمين يمين. برافو برافو. هيا مليكي دي بقى ايه؟ الشمال. طب والتانية؟ لما كنت طلعت التانية عادي. ها اليمين. برافو. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. طب كل واحد يحط أي إيد، أي إيد يلمس بيها الأرض، يلمس بيها الأرض، أي إيد. أنتوا دلوقتي لامسين الأرض، الإيد اليمين ولا الشمال؟ الشمال. ها؟ شمال. برافو برافو. اليمين. يمين. 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 الولاد دايما بيختاروا الـ أي إيد، اليمين أو الشمال، سألتهم ودايما البنات بيختاروا اليمين. ماشي. دلوقتي هنحط ايد على الارض وهنرفع الايد التانية لفوق. بصوا عليا ازاي كده كده اهو عشان اعمل تويست. لا بس ممكن تقفوا تاني، عايزين انا بعلمكم الايد اليمين والايد الشمال، بس في نفس الوقت احنا بنعمل حركه رياضيه. طبعا. بصوا عليا انا دلوقتي اهو فاتح رجليا، بحط الايد على الارض وانا بقعد شويه. برافو. وبعمل تويست، فبعمل هنا تمرين للتويست بتاعي. ها انزل واعمل تويست. ها يلا يلا جو جو. كل واحد يقول لي ايه الايد اللي لفوق؟ اليمين. ها اليمين. صح. يمين. صح صح. ايه الايد اللي لفوق؟ شمال. شمال. برافو عليكي. شمال. شمال. برافو. شمال. لا ايدك اللي فوق. قلبي ايدك اللي فوق. اعكسي تاني اعكسي تاني. لا اعمل حطيها تاني. دي الايد ايه؟ اللي فوق. برافو عليكي. بس كده قوم اقف. سهله ولا صعبه؟ طبعا غير اللي كان فوق يبقى تحت واللي تحت يبقى فوق. جو. 2 3 4 5 6 7 8 ستوب. سهله ولا صعبه؟ سهله جدا. حفظنا الايد اليمين والايد الشمال. برافو عليكم. حلوه قوي. سهله. بس شفتي اتلخبطوا فيها ازاي؟ في اولاد كتير بيتلخبطوا في الموضوع ده. احنا كلنا بناكل بايدنا اليمين وبنكتب بايدنا اليمين. انا باكل بايدي الشمال. كلنا. والله بتكتب بالشمال. كل حاجه كل حاجه. معرفش اتعود. معرفش اتعود خالص. بس على فكره ده ده يعني علميا مش غلط. لا مش غلط. هو بس بيبقى في حاجه في ساعات في ساعات اب او ام بيحب يعلم ابنه لو هو مثلا بيكتب بالشمال او كده يخليه باليمين. ما يغصبش عليه ده، يعني يقول لدكتور الاول، لان ده ممكن يعمل حاجه معاكسه ان الاثنين الايدين يبقوا ضعاف. يضعفوا. ممكن فعلا. طيب حلو قوي يا كابتن. هنقول ايه لكابتن خالد؟ شكرا. العفو. ايوه لا بصوت عالي كده. ها شكرا. العفو. شكرا يا كابتن خالد. هو مولد النبي، ايه الحاجات اللي بتبقى مشهوره في مولد النبي اللي بنجيبها بتبقى شكل كده مثلا او شكل عروس المولد البنات والولاد؟ ايه؟ الحصان. صح. النهارده بقى كوكب بنات وولاد هنتكلم فيه عن الحصان. حصان. تمام. وكمان ان شاء الله النهارده هنتعلم حصان. انا عندي حصان. عندك حصان؟ عندك حصان. الله. طيب يلا نروح بقى نشوف كوكب بنات وولاد النهارده بنتكلم فيه عن الحصان وهنرجع تاني. استنونا. النهارده في كوكبنا
كوكب بنات وولاد هنتكلم عن حيوان سريع. ده مش سريع وبس، لا ده سريع قوي خالص، جدا جدا جدا. ده احنا حتى لما بنحب نقول على حد ان هو سريع وقوي بنقول ده عامل زي الايه؟ زي الحصان. برافو عليكم. الحصان يا بنات ويا ولاد من الثدييات القوية جدا اللي جسمها بيستحمل الأوزان والأحجام الثقيلة، وده بسبب إن هو عنده 4 رجول عظمها قوي جدا، وبتقدر بسببها إنها تقف فترات طويلة قوي. وكمان عنده عمود فقري جامد ومتين، ده غير إن وزنه حوالي 360 كيلو جرام وطوله تقريبا من 140 ل 150 سنتيمتر. ده غير ان هو سريع جدا، فممكن مثلا يقدر يجري حوالي 88 كيلو متر في الساعة الواحدة. اما بقى ذاكرته فهي قوية جدا، بيقدر ان هو يفضل فاكر المكان اللي فيه البيت بتاعه اللي هو بنسميه الاسطبل، ويقدر انه يرجع له لوحده. وكمان عنده عينين حلوة قوي وقوية كمان، بيقدر يشوف مسافات بعيدة جدا. الخيول يا بنات ويا ولاد طيبة وبتحب صحابها وعمرها ما بتنساهم، كمان حنينة. فمثلاً الحصان الأم بتكون حنينة جداً جداً على ولادها وبتحبهم، وبتفضل حامل في المهر ده اللي هو الحصان الصغير، بتفضل بقى حامل فيه من 11 ل12 شهر. طب مين عارف بقى يا بنات ويا ولاد الخيول أو الحصينة دي بتحب تاكل إيه؟ لحمة وفراخ مثلا، ولا حشائش وذرة؟ صح، هي فعلا بتحب الحشائش والذرة والجزر وكمان الفواكه، وبتفرح جدا لما حد يديها سكر. الخيول كمان يا بنات ويا ولاد ليها أنواع كتير، نقدر إن احنا نقسمهم لتلات أنواع. أول نوع ذوات الدم البارد، ودي بتكون قوية وبتستحمل الشغل الصعب. وتاني نوع ذوات الدم الحار، دول بقى بيميزهم انهم بيكونوا من اسرع انواع الحصان زي الحصان العربي الاصيل. اما بقى اخر نوع هما ذوات الدم الدافئ، ودي بتجمع صفات الاثنين. ودلوقتي هنتكلم عن نوع من خيول الدم الحار المهم جدا واللي سعره بيكون غالي جدا، وهو الحصان او الخيل العربي الاصيل. ده أفضل نوع وسلالة من سلالات الخيول، بيكون شكل الخيل رشيق وجميل وذكي وشجاع. ومش بس كده، ده كمان بيكون سريع وقوي جدا، يعني ممكن يقدر يمشي 160 كيلو متر من غير ما يرتاح. ومفيش أي سباق بيكون للخيول إلا ولازم يشارك فيه خيول عربية. إيه ده؟ إيه أصلا السباقات دي؟ طب بيعملوا فيها إيه؟ حد عارف؟ سباقات الخيل دي رياضة شهيرة جداً وموجودة من زمان، بتكون عبارة إن في عدد من الفرسان بيركبوا الفرس أو الخيول بتاعتهم اللي طبعاً بتكون قوية جداً زي ما قلنا، وبيجروا بيها مسافات كبيرة، والحصان اللي بيقدر يوصل الأول هو اللي بيفوز. ومن أشهر المسابقات دي في الوطن العربي هي كاس دبي العالمي لسباق الخيول، وده بيكون فيه أشهر الفرسان وأقوى الخيول اللي موجودة في العالم كله. وهنا بقى بتخلص رحلتنا النهاردة مع الخيل. استنونا الحلقة الجاية في رحلة جديدة من كوكب بنات ولاد. سلام. صحابنا ونتعلم نخ
العرش. ايه رايك يا بنتخ؟ شفت الحاجات الحلوه اللي شفناها؟ انا مبسوط قوي من الحصان. شفتوا شفتوا الحصان؟ شفتوا الحصان حلو ازاي وجميل ازاي؟ ايه الزيطه دي؟ انا اصلا عندي حصان. عندك حصان بجد؟ اه. يا سلام. اسمه رامبو. بجد ولا لعبه؟ اه والله. بجد بجد؟ مش كنت تجيبيه معاكي؟ تاخديه معاكي بقى. تاخديه معاكي بقى العب معاه شويه عشان بحبه. كنت عايز اخد لفه. اه وانا بحبها كمان جدا. طيب دلوقتي احنا عندنا طبعا كل اسبوع بيبقى فيه مسابقه وحد بيجاوب عليها وبنختاره. انا معيش قلم. وبعدين خدي اي قلم. هو عندك قلم بيفوز بالتابلت. وبيفوز بتابلت بالظبط يا بنت. فدلوقتي تعالى نروح نشوف عمر صاحبنا اللي كسب مسابقه الاسبوع اللي فات ومي صاحبتنا وهي بتسلمه التابلت. صباح الخير يا مي. وكل سنه وانتم طيبين. صباح الخير يا بنتخ وصباح الخير على كل اصحابنا اللي بيشوفونا دلوقتي واللي معاكي في الاستوديو. احنا دلوقتي مع صحابنا اللي فازوا المره اللي فاتت. هما بقى قرروا يشتغلوا معايا مذيعين وهيقدموا معايا الحلقه صح؟ يلا هدى بقى وقول يلا اتفضل. صباح الخير يا سلمى. صباح الخير يا بنتخ. اسمي عمر احمد عاطف سنه رابعه ابتدائي. وايه السؤال بقى؟ السؤال اكبر قاره من حيث المساحه والاجابه اسيا. برافو. ومين جاوب ساعدك قول لي؟ حد ساعد. انا عرفتها لوحدي. ومين بعت لك المسج؟ بابا. ومين هيكسب؟ انا. انت اسمك ايه؟ نوران. نوران. ومين يكسب يا نوران؟ مين يكسب بابا ولا عمر؟ عمر. ايه ده؟ هما راحوا فين؟ كان في اتنين هنا. مشيوا؟ اختفت. مشيوا؟ شفتهاش عدت سبع. مش معقول. طب احنا عايزين ايه نقول لوري ماما سلمى وبنتخ الحاجات الحلوه. راسمين حاجات حلوه بقى يا ماما سلمى. مش معقوله. يلا خد وريني بقى وانتي وريني. يلا فين حاجات ماما سلمى وبنتخ الحلوه؟ لا خلينا نشوف دي كده. الله. بصي يا ماما سلمى انا جيت لقيتهم راسمين ايه. كل واحد فيهم راسم ماما سلمى وبنتخ. مين ده قولي؟ بنتخ. وده ماما سلمى. وايه اللي مكتوب فوق ده؟ انا بحب ماما سلمى وبنتخ. وانتي بقى عمريني مين دي؟ سلمى. ماما سلمى. ومين ده؟ بنتخ. وانتي كمان كاتبه انا بحبك يا ماما سلمى. وعايزه اقول لك كمان يا ماما سلمى هي مش بس رسماكم، لا ده هيك كمان. ايه ده انت مش شايفه؟ اهو اهو. استني استنى ما نوري ماما سلمى. اهو وري ماما سلمى حلو ازاي. قولي بقى وايه دي بقى؟ قولي لي. عروسه. عروسه؟ دي بمناسبه ايه؟ المولد النبوي. ايه المولد النبوي قولي؟ خلص. هقول حط ايه المولد النبوي؟ احتفال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. شطور. وانتي محمد صلى الله عليه وسلم. احتفال بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب انتي بتجيبتي عروسه صح؟ وانت ايه؟ جمل. جمل ولا حصان؟ جمل. حصان ولا جمل اخر كلام؟ جمل. جمل مش حصان يعني. طب عمر جاله جمل. ما جالوش حصان يا ماما سلمى، هو قرر ان هو يبقى جمل. طيب احنا هنقول حاجة ولا نمشي؟ انت عايز الهدية؟ احنا نسينا الهدية. عدنا بقى اتفرجنا على الرسومات. مبروك يا سيدي. مين اللي هيكسب بابا ولا عمر؟ عمر. عمر؟ اخر كلام؟ وانا ممكن اكسب معاك؟ العب معاك؟ هلعب لعبة واحدة بس. ممكن؟ طب وممكن اكسب مع عمر؟ اوكي موافقين؟ ونوران هتلعب معانا؟ نوران هتلعب معانا. طيب هنقول حاجه بقى لماما سلمى وبنتخ. بنتخ بيعمل ازاي؟ قلبي بيعمل ازاي؟ قلبي. يلا بقى نقول لهم ايه؟ باي باي خلاص ولا نقول لهم حاجه قبل ما نمشي؟ نقول لهم حاجه. نقول لهم ايه؟ رحمة سلمى وبنتخ نفسي اطلع معاهم في البرنامج. انت عايزه تقولي حاجه ولا امشي بقى خلاص؟ بحب ماما سلمى وبنتخ وعايزه تطلعي معاهم. انا عارفه كل حاجه على فكره. مش هم كمان بيحبوكم قوي قوي. يلا نقول لهم باي باي. باي باي باي.
باي باي يا ماما سلمى، باي باي يا بنتك، باي باي. يلا سلام، شكرا يا مايويا والف مبروك يا عمر. وعايزه اقول لعمر واخته الجميله انتوا شطار جدا جدا، وشكرا على الرسومات الحلوه اللي رسمتوها هي انا وبنتك. اسمي بقى وحاجه جميله وقلبي. ايوه وقلبي وفعلا. شكرا يا حبايبي والف مبروك عليكم. طيب تعالى يا بنتك بقى نسحب اسم اللي فاز معانا الاسبوع اللي فات عشان نشوف مين اللي كسب معانا وهيستلم التابلت الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. عشوائيه بشكل عشوائي. هادي بادي كرنب زبادي حلو حاطه كله عليه دي عليه دي ماشي والله ما انا مستنيه لك كلمه. طيب مريم، مريم محمد من الجيزه، رقم بيت اخره 93. مبروك يا مريم محمد من الجيزه ورقم اخره 93. هنكلمك دلوقتي يا مريم عشان نتاكد ان انت عرفتي ان انت اللي فزتي معانا بالتابلت ان شاء الله، ونتفق معاكي نيجي نسلمه لك يوم الجمعه الجايه باذن الله. كل سنه وانت طيبه يا مريم. كل سنه وانت طيبه يا مريومة. ايوه هقول لكم بقى السؤال الجديد تمام يا بنتوخي. علشان اللي عايز يكسب معانا برضو وعارف الاجابه يبعتها ونشوف الاسبوع الجاي مين اللي هيكسب. طيب السؤال الجديد هو مين هو مؤسس شركه مايكروسوفت؟ بيل جيتس ولا لاري بيج ولا سيرجي برين؟ طيب اللي عارف الاجابه بقى هيعمل ايه؟ هيتصل على 2205 او هيبعت رساله برضو على 2205 هيكتب فيها اسمه ومحافظته والاجابه صحيحه، او ممكن كمان يتصل من تليفون البيت على 0900-92-05 بالظبط كده ويقول الاجابه الصحيحه. ايوه يا ريت مش يقول الاجابه الخاطئه. ايوه هتعمل كده. حرام يكلف نفسه مكالمه في الاخر يقول الاجابه غلط غلط. حرام. تمام. طيب صحابنا دلوقتي اللي معانا في الاستوديو بيرسموا، كل واحد بيرسم، ودلوقتي احنا هنتعلم كل واحد بيرسم اللي هو عايزه صح؟ طب ارسمي اللي انت عايزاه. دلوقتي بقى احنا هنروح نشوف رسمه الحصان، هنتعلم ازاي نرسم الحصان. تعالوا نشوف رسمه الحصان، ولو عايزين ترسموا بعدها تاني ارسموا براحتكم. كل اصحابنا في البيت اللي عايز يرسم الرسمه ونعرضها عندنا هنا في البرنامج يرسمها ويبعتها على صفحتنا، صفحه بنات واولاد على فيسبوك، وهنعرضها ان شاء الله الحلقه الجايه. يلا نشوف رسمه الحصان ونرجع لكم. عروسه وحصان. بنحاول نكلم مريم واول لما ترد ان شاء الله هنكلمها، ولو ما ردتش مريم هنضطر طبعا نسحب اسم تاني عشان محمد نبينا في بنت النهارده جاي في مود عايز يغني صراحه. طب على فكره يا بنت عايزك تقولي حاجه انت واصحابنا اللي معانا هنا. ستال اتفضلي. بمناسبه مولد النبي كده النهارده عليه الصلاه والسلام، يعني ده عيد ميلاده طبعا، كل واحد في عيد ميلاده كده بنجيب له هديه لو احنا بنحبه، واحنا بنحب سيدنا النبي جدا طبعا عليه الصلاه والسلام. طبعا طب هتجيب له ايه هديه بقى؟ هتهديه بايه النهارده؟ انا بفكر ان انا ها احفظ 10 احاديث نبويه احفظها كده
حلوة قوي يا بنت. بحيث ان انا ايه ابقى حافظها كده واحاول إيه اطبقها كده، يبقى انا كده اطبقها في حياتي. برافو عليك يا بنت، كاني اهديت هديه لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. حلوة قوي يا بنت، برافو عليك. ايه رايك؟ انت عارف صحابنا على صفحتنا، صفحه بنات وولاد على فيسبوك، سالناهم هتهدوا رسول الله عليه الصلاه والسلام بايه في ميلاده؟ فكتير قوي منهم ردوا علينا، قالوا اجابات لذيذه جدا ولطيفه جدا، واحنا عرضها لكم دلوقتي. يعني مثلا لجينا محمد زكي عندها 9 سنين بتقول هنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم كتير، هنصلي عليه كتير، حلوه قوي. كمان سما محمد كمال عندها 7 سنين، ونور محمد اختها عندها 5 سنين، بيقولوا هنصلي على النبي كتير وهنقول لاصحابنا يعملوا كده. وكمان هيا حاتم عندها 8 سنين بتقول هصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اكتر واكتر، وادعي ربنا اكتر اني ازور المسجد النبوي، وماما هتحكي لي عن النبي اكتر وصفاته الجميله. الله، حلو قوي يا هيا، برافو عليكي. كمان حمزه وحبيبه قالوا هنصلي عليه كتير وهنتعلم من اخلاقه ونعمل زيها، دي اجمل حاجه، فان احنا نتعلم من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. حنين عندها 7 سنين بتقول هادي سيدنا محمد في عيد ميلاده اني اصلي عليه كتير واتبع سنته. جميل يا حنين، برافو عليكي. وملك سامح عندها 4 سنين بتقول انها هتكتر من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، برافو عليكي يا ملك. عبد الرحمن وعبد الله وعمر 3 اخوات بيقولوا هنكتر برضو من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حلوة قوي، برافو عليكم. جودي وريتال ولمار اخوات هنقول له ان احنا بنصلي ونسلم عليه افضل الصلاة والسلام، ومن فضلك يا ماما سلمى قولي اسامينا كل سنة وانت طيبة يا ماما سلمى وبنتخ وبنحبكم قوي، وانتوا طيبين يا حبايبي واحنا كمان بنحبكم جدا. روتيل سعيد عندها 6 سنين بتقول هصلي على سيدنا محمد كتير في اليوم ده وهقرا سورة الكوثر عشان بحبها جدا. الله، جميل جدا يا روتيل. زينب شافعي بتقول برضو انها هتكثر من الصلاة في اليوم ده على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جميل جدا جميل جدا. كمان رؤية عندها 7 سنين رؤية مهني محمد حزين بتقول هبعت 1,000,000 صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليه الصلاة والسلام. مين تاني؟ محمد السيد محمد عنده 4 سنين برضو هيكتر من الصلاة على النبي، كل سنة وحضرتك طيبة ماما سلمى وبنتخ حبيبي طيب، وانت طيب يا محمد. دلوقتي بقى خلوني لأن مريم ما بتردش، هنكمل التعليقات بتاعتكم علشان كل اصحابنا اللي بعتولنا نحاول نعرض التعليقات بتاعتكم، وانا هنضطر بقى نبعت نسحب اسم تاني لان مريم ما ردتش، فخلينا يا بنتك اختار كده اسم تاني. يا هختار انا، خليك في الغنى. هاجر احمد علي من القاهره، رقمها اخره 56. هاجر احمد علي من القاهره، هنكلمك حالا يا هاجر وان شاء الله تردي عليه. ستعلم دينا صلى صلاته صفاته. في كمان رسائل حلوه قوي جات لنا علشان موضوع هتهدوا سيدنا محمد بايه؟ يشفع له طبعا طبعنه، بس في رساله عجبتني قوي يا بنت، استنى كده كانت ايه؟ ايه هي بقى الرساله عجبتني؟ في مريم احمد عندها 7 سنين قالت هادي الرسول عليه الصلاه والسلام 10 صلوات. ايوه. وميرال احمد اختها عندها 5 سنين قالت ايه بقى؟ قالت ان هي هتتعلم التشهد. وهصلي على الرسول وبنحبكم يا ماما سلمى انت وبنتك منتظرينكم في الغردقه. الله، نفسنا نروح الغردقه والله. غردقه؟ بس ميرال عجبتني قوي ان هي هتتعلم التشهد. برضو في كذا حد بعت لنا قال انه هيتعلم التشهد، يعني هم بيتعلموا الصلاه وايه وفضل ان هم يحفظوا التشهد. فان شاء الله تحفظيها ايه اهو مريم وميرال اهم. وفي برضو رساله حلوه قوي جات لنا من حد من صحابنا قال انه هيصلي جوه مسجد النبوي، يعني هو موجود اصلا في السعوديه. استنى ادور عليها هي كويس. جميل، اتبسطت والله جدا. صحابنا كمان بيتابعونا ما شاء الله من كل حته. يا ريت نروح احنا كمان يا ماما سلمى. يا ريت والله، يا ريت هناك في المسجد النبوي. جميل، دي اجمل حاجه يا بنتخ والله. هو اصحابي مالهم فيهم ايه؟ بيتكلموا في حاجه معينه مهمه يعني؟ بيرسموا. لا، لو في حاجه مهمه انت تشاركونا يعني. طب ما تقولوا لنا بقى انتوا اصحابنا هنا معانا، قولوا لنا ايه هديتكم لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في عيد ميلاده؟ نصلي تصلوا عليه ولا تصلوا
نصلي عليه نصلي عليه صلوا عليه عليه صلوا زي. طب وايه تاني؟ شفتوا اصحابنا قالوا ايه؟ شوفوا مثلا ساندي عندها 9 سنين بتقول هصلي على رسول الله واتصدق على المساكين وناكل الحلويات مع ماما وتيتا وجده. كل سنه وحضرتك طيبه يا ماما سلمى. الله جميله قوي يا ساندي. حلوه قوي طبعا. خلوا بالكم من التسويس. ونتصدق على المساكين. اقعد يا ريتاج. خلوا بالكم عشان المساكين دي جميله جدا. وناكل الحلويات مع ماما وتيتا وجده. الفرشه والمعجون دي من اهم الحاجات بقى اللي موجوده. احنا كده ايه؟ ايه موضوع كفايه ولا انا جاي نهرج الصراحه. ناخد السنه كلها لعب ولا ايه؟ ها رسمتوا ايه؟ طب وروني. انا لسه عارفه. ايوه وروني كده. ايه دي؟ جميله قوي. الله. اني واحده اني واحده اني واحده انا واحده الجميله. حاتم عايز يكسب النهارده. التليفون هاجر مقفول. معقوله؟ هنختار اسم تالت. غريبه قوي. ما هو احنا لازم صحابنا اللي كسبوا يردوا علينا عشان المصداقيه. صحيين وقاعدين يتفرجوا على الحلقه ويردوا على التليفون عشان نتفق معاهم نيجي نسلمهم التابلت. صح يا بنتخ. طيب احنا اخترنا دلوقتي جميله. جميله شريف من القاهره. جميلة. رقمها اخره 75. 75 يا رب جميله تبقى بقى متاحه موبايلها. مش مقفول ارجوك يا جميلة. جميله شريف. جميله شريف من القاهره رقمها اخره 75. فضلك يا جميله خليكي صاحيه بقى. يلا نشوف بقى جميله. شايفها كده؟ بصي يا بنتخ لو محدش رد هنكسبك انت التابلو. ايوه كده. لا هو ده الكلام. لا للواسطه. ليه واسطه؟ لا ابدا. ده السؤال ده ايه؟ بيس اوف كيك. بيس اوف كيك. طب كنت جاوبت كان اسمك يبقى معاهم ونختاره لو 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 حظك كده. عندنا كمان صحابنا قالوا انتوا بتهزروا بجد مقفول. ما عندهمش نيه يكسبوا النهارده. هي الناس كلها ايه راحت فين في الهجين؟ خلاص يا ماما سلمى مفيش قدامك غير. لا خلاص احنا لو كلهم الاجابه الصحيحه تونس. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه الصحيحه تونس. لا مش صح يا بنتك. رسمنا ايه نسحب تاني والله؟ طب احنا هنخلص الورق اللي معانا النهارده لغايه لما حد ايه يرد علينا وحد يكسب بقى. اختار انت يمكن. يا سبحان الله مكتوبه لحد فعلا ما سحبناش اسمه لسه. صلوات عليك يا نبي. دينا يا رب يا دينا انت اللي تكسبي بقى. دينا. دينا محمد الشيخ من المعادي. دينا اللي هترد بقى المره. اخرها رقمها اخره 39. يلا يا دينا. يلا يا دينا. حادثة الأولى من نوعها نسحب أربع أسامي. سلام عليك. يلا أما نشوف دينا هترد معانا علينا ولا زي أصحابها موبايلها مقفول. يا حبيب سلام عليك صلوات عليك. نكمل. نكمل. نكمل بقى. اصحابنا بعتوا لنا ايه؟ قالوا ان هم هيقدموا ايه هديه لرسولنا الكريم سيدنا محمد. نورهان مدحت عندها 10 سنين بتقول هنصوم ونبتسم. الله. اسمها ايه تاني؟ نورهان. نورهان. جميله قوي قوي ان احنا نبتسم وسيدنا محمد كان دايما متبسم. طبعا. كان دايما وشه بشوش كده ومتبسم في وش الناس. حلو قوي يا نورهان. شوفوا كده التويته التعليق اللي صاحبتنا بعتته لنا من السعوديه ده والنبي يا جماعه. طيب حبيبه وملك ومريم بيقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا عليه الصلاه والسلام. محمد سيد جلال عنده 5 سنين بيقول هساعد اي حد محتاج مساعده وهحفظ القران. الله يا محمد ما شاء الله. برافو عليك برافو عليك يا محمد جميل جدا. مين تاني؟ احمد 4 سنوات. ايوه وقال ايه؟ هصلي على رسول الله واتصدق على المساكين. برافو يا سلام. برافو عليك يا احمد. رؤى اسامه عندها 11 سنه بتقول هصلي على النبي كتير وهتعلم منه وهعمل زيه بالظبط. يا سلام. احلى حاجه بقى في الدنيا بجد ان احنا فعلا نعمل زي سيدنا محمد بالظبط. لو عملنا زيه بالظبط هنبقى احسن ناس في الدنيا والله. طبعا فعلا فعلا يعني. طبعا. مين تاني؟ أنا ايه اخبار التليفون؟ وروني وروني كده وروني كده رسمته وصلته لحد فين؟ يلا وروني. ردت. حلو حلو كله يمسك الورقه بتاعته. كله يمسك الورقه بتاعته. عايز اخد التابلت. يلا يا مليكه وريني يا مليكه اللي انت عملتيه. مش مشكله عايز براحتك. عليوه زمان. يلا وريني تحفه الشجره. لا لا امسكي كويس عايزين نشوف نتفرج. ايوه كده
يا مليكة ايه الشجرة دي؟ لا مش مهم يا حبيبتي عادي بقى مش لازم نعمل يعني لوحة بس انا صورة احلى من لا على فكرة في شجرة صح؟ طب حلوة وريني بقى فرجيني فرجيني يا مليكة على اللي انت عاملاه دي حلوة قوي يا مليكة مالها والالوان حلوة كمان برافو عليكم كلكم طب احنا دينا ردت ولا ايه؟ يس دينا ردت؟ يس يس يا سلام نصيبك يا دينا والله صباح الفل يا دينا الو الو يا دينا ازيك الحمد لله انت عندك كام سنه 7 عندك 7 سنين تعرفي يا دينا انت رابع اسم نسحبه النهارده الجايزه لفت على مصر كلها ووصلت لك انت في الاخر مبروك, مبروك يا دينا ايوه طب قولي لي يا دينا بتفرج على الحلقه يا حبيبتي شطوره شطوره يا دندونه طب بقول لك ايه قولي لي يلا الاجابه كانت ايه ايه هو الذهب الاسود الذهب الاسود النفط النفط برافو عليكي شاطره يا دندونه ان شاء الله يوم الجمعه الجايه مي صاحبتنا هتجيلك وتسلمك التابلت الجايزه بتاعتك الف مبروك يا حبيبتي مين ساعدك ماما الله يبارك في حضرتك يا اختي جميله يا دينا طب انت بتسمعيني من التلفزيون بقى كده كل سنه وانت طيبه يا دينا وان شاء الله تبقي تديني التابلت شويه بقى عشان انا كان خلاص عايز اخده بقى كنت على وشك بتحبك يا بنتك قلبي يا حبيبتي يا دندون ان شاء الله نشوفك يوم الجمعه الجايه يا حبيبتي وكل سنه وانت طيبه والف مبروك سلام يا دندون باي باي اه التويته اللي كنت بقول عليها هي يا بنتك هايدي هايدي وهمس بيقولوا يوم ولد الرسول هصلي في مسجد الرسول واشرب ميه زمزم الله انا بحبك كتير انا في السعوديه وبتابعكم من وانا عندي 8 سنين شكرا قوي يا هايدي انا اتبسطت جدا بالرساله دي واتبسطت ان احنا اصحابنا بيتابعونا من كل البلاد ومن السعوديه واتبسطت ان في حد كمان هيصلي في مسجد الرسول من صحابنا جميله قوي ادعي لنا بقى كلنا ادعي لنا بقى يا بختي شكرا جدا يا هايدي شكرا لكل اصحابنا اللي بعتوا لنا تعليقات بجد انا مبسوطه جدا بكل التعليقات ودخلت قريتها كلها ومبسوطه بيها جدا يمكن الوقت ما اسعفناش ان احنا يعني نعرض كل التعليقات لكن انا مبسوطه جدا بيكم كلكم كلكم يا رب كلنا بقى ننفذ اللي احنا قلنا عليه ده بما ان مولد النبي فالمولد بقى المولد بيبقى عامل ازاي بقى في حاجات كتيره قوي 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 ومعانا منهم النهارده ان شاء الله مفاجاتنا حاجه بس تعالوا نروح نشوف اكتر واهم اوبريت اتعمل في مصر عن المولد وهو الليله الكبيره